İkinci unitenin son dersi. Ders-ül ahir lil vuhde thaniye. Neler öğrendik? Maza taallamna? Ve ikinci unitenin kelime listesi. Ve kaimetul kelimati lil vuhde thaniye. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu eyyuhel ikhve ve ahibbe. Ehlen ve sehlen bikum ma'a ders el 41 min durus taallamu lügat türkiye lil ecanib. El mustava المتوسط الأول يعني المستوى الثالث يابانجلر إيشين تركشا إسطنبول كتابو بي بير. نحن الآن مع الدرس الأخير من الوحدة الثانية. عن ماذا يتحدث؟ أسئلة عن الوحدة. السؤال الأول يقول أشادك كلمة لري الكلمات التي في الأسفل أويغون بوشتوك لرا يرلشترالم لنضعها في الفراغات المناسبة. ما هي الكلمات التي في الأسفل؟ مسائي ساعت لري ساعات العمل دولغون أجرتلي ذو أجرة ممتازة دولغون ممتلئ يعني ذو أجرة دسمة ذو أجرة ممتازة وغير هذا. تجربة كلمة عربية تجربة. إكرامية كلمة عربية إكرامية. يرز زمانلي بدوام جزئي يرنصف زمانلي ذو وقت. التركيب معناه باللغة العربية دوام جزئي. الجملة الأولى درس لريم دروسي أن إكيا كدر دوام ديور دروسي تستمر حتى الساعة 12. بناً لهذا السبب فراغ بير اشتاشلشمك استيورم أريد أن أعمل في عمل. دروسي تستمر حتى الساعة 12 لهذا أريد أن أعمل في عمل بدوام جزئي. إذن يكون الجواب يار زمانل بدوام جزئي. الجملة الثانية باترون لرم bu ayki yüksek performansımdan dolayı patronlarım ruesai fil amel bu ayki fi hazel şehri ellezi fi hazel şehri yüksek performansımdan dolayı bi sebebi edai el rafi' bi sebebi edai el ali boşluk farag verecekler sofa yu'tunani ruesai fil amel sofa yu'tunani bisebebi edai el ali maza sofa yu'tunani sofa yu'tunani ikramiye زيادة في الأجرة. الجواب يكون إكرامية. الجملة الثالثة أزن بوشلوك يزندن أزن طويل فراغ يزندن بسبب كذا الطويل هر جاجة إشتن جيت شكيورم هر جاجة كل ليلة إشتن من العمل جيت شكيورم أخرج متأخرا بسبب كذا الطويل كل يوم أخرج من العمل متأخرا. إذن بسبب دوامي الطويل أخرج كل يوم من العمل متأخرا. ما هو الفراغ؟ أزن مسائي ساعتلري ندن يزندن بسبب ساعات العمل الطويلة هرججة إشتن جيتش تشكيورم كل يوم أخرج من العمل بشكل متأخر. الجملة الرابعة بو إش كونسوندا أزمانلك صاحبين بو إش كونسوندا أزمانلك صاحبين عندي خبرة في هذا العمل. Bu iş konusunda fi mevdu'i hâzel ameli uzmanlık, khibra, sahibiyim, ana sahibu. 10 senelik boşluk var. 10 senelik 10 senevat farag yüced. Yüced indi 10 senevat mâda? Yüced indi tecrübe 10 senevat. Ma ma'na tecrübe? Tecrübe. 10 yıllık tecrübem var. El cümle el hamise birçok sertifikam deneyimim ve yabancı dilim var. Birçok sertifikam deneyim ve yabancı dilim var. Birçok kefiran. İzen indi var indi. Yüced. Birçok kefiran. Sertifikam şehadet, deneyim, tecarub, yabancı dilim, lügat ecnebiye. İzen indi şehadet ve tecarub ve lügat ecnebiye kefiran. أو عندي شهادات كثيرة وتجارب ولغة أجنبية. بيرتشوك سيرتيفيكام واحد دنايم تجربة يابان جديل لغة أجنبية وعندي تجارب عندي شهادات كثيرة وتجارب ولغة أجنبية. بانجا برأيي بير إش حق ديورم حق ديورم أستحق بير إش عمل برأيي أنا أستحق عمل بأجرة كبيرة. إذا عندي لغة أجنبية وعندي تجربة في العمل وعندي شهادات كثيرة. إذا أنا أستحق دولغون ماش أو دولغون أجرة. ما هو الجواب؟ دولغون أجرتلي بالإشي حق ديورم أستحق عملا بأجرة عالية. السؤال الثاني يقول
Aşağıdaki cümlelerdeki yanlışları bulalım. Aşağıdaki cümlelerdeki yanlışları, el-ahta bulalım. Linecid. Linecid el-ahta elleti fil esfel. Düzeltelim ve li nusahhiha. Cümle ula. Sigara içme sağlığa zararlıdır. El-tedhin mudurrun bis-sıhha. Ma huve el-hata huna? Huna el-hata en-tedhin kelam am. Kul tedhin mudur bis-sıhha. İlkitroni, adi, kul enva' tedhin. وما شبهه من هذه الأشياء التي لا أحبها. سيجارة إتشمك نضع في الآخر ك. لماذا؟ لأن هذا الشيء عام جدا. سيجارة إتشمك التدخين صار ضرر يضر يضر بالصحة. الجملة الثانية. أوترمك أوضة صندا تلفزيون إزلديك. أوترمك أوضة صندا في غرفة الجلوس تلفزيون إزلديك شاهدنا التلفاز. أين الخطأ هنا؟ الخطأ هنا في كلمة أوترمك أوضة صندا. أترمك الجلوس، لكننا لا نقول الجلوس، نقول غرفة الجلوس. إذن نحذف الكاء ونضع أدص. أترمى أدص. ولا نقول، إما أن نقول أترمك وإما أن نقول أترمى أدص، لأن الأضى جاءت بدل الكاء. الكاء دليل على العموم والأضى دليل على التخصيص. غرفة الجلوس أترمى أدصندا تلفزيون إزلدي. Üçüncü cümle, الجمله الثالثه. Bugün sinemaya gitmekten düşünüyorum. Bugün düşünüyorum ufekkiru bizzehebi ile sinema. Eyni al-hata? Al-hata fi kelimeti gitmekten. Limâza yucad hata huna? Lianna al-fi'l düşünüyorum ya'khud ay harf cer. Onu düşünüyorum ya'khudu işareten mef'ul bihi. Fetusbih gitmeyi. Onu düşünüyorum. Gitmeyi düşünüyorum. İzen tusbih cümle bugün sinemaya gitmeyi düşünüyorum. El cümle el-rabi'a. Yarın evde oturup ders çalışmayı karar verdim. İzen karartu karar verdim. Yarın gaden evde oturup en eclise fil beyti ders çalışmayı ve edrus. Karartu gaden en eclise fil beyti. Karartu en eclise fil beyti gaden ve edrus. Aynel hata? Yarın evde oturup, هل يوجد خطأ هنا؟ لا يوجد. Ders çalışmayı karar verdim. الفعل karar verdim. أي حرف جر يأخذه؟ A. Ona karar verdim. إذن çalışmaya karar verdim. Ders çalışmaya وليس çalışmayı. عندما نحفظ الأفعال نحفظ أحرف الجر التي تأتي معها. سواء كنا نتعلم العربية أو نتعلم التركية. Beşinci cümle, الجملة الخامسة. Her hafta düzenli olarak yürümek yaparım. طيب. Her hafta كل أسبوع بشكل منتظم أقوم بالمشي. إذن أنا عندي المشي اسم رياضة. لذلك لا أقول يرمك. يرمك عام. مشي عام. أنا أريد أن أقول اسم الرياضة. اسم الرياضة يريوش يبرم. إذن يصبح هكذا. هر هفتة دوزندي أولاك يريوش يبرم. هذا هو الشكل الصحيح. الجملة السادسة. هر جون أين شيلري يبمايا سكلدم. سكلدم سئمتو هر جون كل يوم من عمل نفس الأشياء أين شيلري يبمايا. أين الخطأ؟ سئمت من وليس سئمت إلى. يبمايا سكلدم خطأ. يبمكتن سكلدم لأن سكلدم يأخذ حرف الجر دن. تصبح الجملة هر جون أين شيلري يبمكتن سكلدم. الجملة السابعة. هركسين كل شخص أيري بير جينمك طرزو باردر. هركسين ayrı bir giyinmek tarzı vardır. لِكُلِّ شَخْصٍ أُسْلُوبُ لِبَاسٍ مُخْتَلِفٍ طِرَازُ لِبَاسٍ مُخْتَلِفٍ. أين الخطأ؟ giyinmek عامة لكن هنا أردنا أن نخصصها. giyinmek لا نريد اللبس الارتداء اللباسي بل نريد شكل ارتداء اللباسي. لذلك خصصناها. نحذف الكي ونضع طرز فتصبح جينما طرز. Herkesin ayrı bir giyinme tarzı vardır. Sekizinci cümle, el-cümle, el-thamine, İzmir'e gitmek için gitme dönme uçak bileti aldım. Uçak bileti aldım. Aldım, işteraytu ev ahattu, uçak bileti, tezkiratu ta'ira. İzmir'e gitmek için. Min ecli zehab ila İzmir.
جيتما دونما ذهاب إياب. اشتريت بطاقة أو تذكرة ذهاب إياب، اشتريت تذكرة طائرة ذهاب إياب كي أذهب إلى إزمير. أين الخطأ؟ الخطأ ذهاب إياب ليس جيتما دونما، بل ذهاب إياب أصبحت اسم، ونضع للفعل إش ليصبح اسم، جيديش دونش، هكذا نحفظها، ذهاب إياب جيديش دونش، تصبح الجملة إزميرا جيتمك إتشين جيديش دونش وشاك بيلتي ألدن. اشتريت بطاقة ذهاب إياب، اشتريت تذكرة طائرة ذهاب إياب كي أذهب إلى إزمير. الجملة التاسعة دوكوزونجو جملة أولون düzenli ve çalışkan olmayı beni mutlu ediyor. Mutlu ediyor. Beni mutlu ediyor. يجعلني مسرورا. Oğlumun düzenli ve çalışkan olmayı beni mutlu ediyor. كونu ولدي düzenli, منتظم ve çalışkan ve نشيط يجعلني سعيدا. أنا سعيد لكوني ولدي نشيط ومنتظم. أين الخطأ؟ الخطأ oğlumun مضاف. أين المضاف إليه؟ أولمون أولمصر كون ولدي. أولمون أولمصر وليس أولمي، لأننا إذا قلنا أولمي لا يكون مضاف إليه، لأننا في الإضافة نضع س في الفصل بين الصوتيات وليس اليو. إذا أولمون düzenli ve çalışkan olması beni mutlu ediyor. إن انتظام ولدي ونشاطه يجعلني مسرورا. إن انتظام ولدي ونشاطه يجعلني مسرورا. أننجو جملة، الجملة العاشرة أيلم بنيم دكتور أولمك استيور. أيلم بنيم دكتور أولمك استيور. عائلتي عائلتي تريد أن أكون طبيبا. طيب أين الخطأ؟ بنيم بنيم دفترم بنيم قلمم بنيم أولمم. نضع هنا، أنا أتحدث عن نفسي، من الذي سيكون طبيب؟ أنا، إذا يجب أن أكون أولمان، إذا أردت أن تكون أنت أقول أولمان، هو أولمص، إذا أعلم بنيم دكتور أولمامو استيور، أولمامو، أولمام أن أكون، ونأتي لها بإشارة المفعول به أي بدون نقطة، فتصبح أولمامو، أعلم بنيم دكتور أولمامو استيور. السؤال الثالث، üçüncü soru. diyor ki, يقول aşağıdaki cümleleri, الجمل التي في الأسفل dolaylı anlatımla yeniden yazalım. Yeniden yazalım لنكتبها من جديد. dolaylı anlatımla بإخبار غير مباشر. يعني بدل أن نقول تعال إلى هنا نقول قال أبي أن تأتي إلى هنا. الجملة الأولى öğretmen المدرس virgül فاصلة في الأخير dedi قال. قال المدرس öğrencilere للطلاب. ماذا قال المدرس للطلاب؟ برد سيجارة إشمين. لا تدخنوا هنا، لا تدخنوا أبدا، لأن التدخين حرام. أرتمن ددي لأن فيه مضرة. قال المدرس للطلاب لا تدخنوا هنا. الآن سنقول طلب المدرس من الطلاب أن لا يدخنوا هنا. إذا طلب المدرس من الطلاب أرتمن ددي هنا قال، سنقول نحن بدل ددي استدي. إذا استدي يأخذ حرف جر، أنو استدي، أنو أندن استدي، أراد منه كذا. أورتمن أورنجيلردن أورنجيلردن بوردا تصبح أورادا هناك. سيجارة إتش مالريني استدي. إتش مالريني أن لا يدخنوا. إتش ما شرب، إتش ما أن لا يشربوا، إتش مالري عدم شربهم. İstemeyin. İçmemelerini istemeyin. Tıslayı hakada öğretmen öğrencilerden orada sigara içmemelerini istedi. İkinci cümle el cümle el saniye ben sana ana leke çıkarken evi kontrol et. تأكد من البيت عندما تخرج دديم. لقد قلت لك تأكد من البيت، تفحص البيت عندما تخرج. الآن ماذا سأقول؟ إخبار دولايل غير مباشر. أقول لقد أخبرتك أو لقد طلبت منك أن تتفحص البيت قبل أن تخرج. بدل أن أقول قلت لك بين قوسين كذا وكذا، أحذف القوسين وأقول قلت لك أن. إذن ستصبح قلت لك أن تتفحص البيت قبل أن تخرج. Ben sana söyledim. Ana kultu leke. Ben sana çıkarken
في كنترول اتماني سويلدم. قلت لك سويلدم، قلت أن ماذا قلت أن كنترول اتماني تفحصك، طلبت منك أن تتفحص البيت عند الخروج. بان سنا تشكركن في كنترول اتماني سويلدم. üçüncü جملة، الجملة الثالثة، مامور بنا الموظف لي ماذا قال لي؟ ددي قال ماذا قال؟ لطفا باسبورتونوزو فيرين، لطفا باسبورتونوزو فيرين، لو سمحتم أعطوني جواز السفر. ماذا سنقول الآن؟ سنقول طلب مني الموظف جواز السفر. الموظف عندما يطلب لا نقول استدي، لأن الاستدي فيه أمر، بل نقول رجاء اتي. مامور رجاء اتي، مامور بندن رجاء اتي، المأمور طلب مني. ماذا طلب مني؟ أن أعطي جواز سفري. مامور بندن باسبورتومو فيرمسيني رجاء اتي. باسبورتومو فيرمسيني، باسبورتوم جواز سفري، باسبورتومو فيرمامي، أن أعطي جواز سفري رجاء اتي. لماذا قلنا رجاء اتي؟ لأن عندنا كلمة لطفا، كلمة لطفا نحذفها لكن نضع ما يدل عليها رجاء اتي، يعني طلب بأدب ولا نقول أمرا. الجملة الرابعة، مدير المدير بزا لنا دي رجاء اتي طلب منا. ماذا طلب منا المدير؟ أكشما كدر رابورلار بترين، أنهو الرابورلار التقارير حتى المساء، يعني من الآن إلى المساء يجب أن تكون التقارير جاهزة. طيب رجاء اتي نبقيها على حالها، فقط دي نحذفها لتصبح دولاي لاندتم، فنقول مدور بزدن رجاء اتي، المدير طلب منا، مدور بزدن أكشما كدر رابورلار بترمميزي رجاء اتي. مدور بزدن أكشما كدر رابورلار بترمميزي رجاء اتي. لماذا قلنا بترمميزي؟ لأنه استخدم صيغة الجمع وقال بترين. الجملة الخامسة، بشينجي جملة، دكتور أنما الطبيب لأمي ددي قال، قال الطبيب لأمي ماذا قال لها؟ إلاشلارنزي ألماي ونطمين لا تنسي أن تأخذ، لا تنسوا أن تأخذوا علاجكم. إذا سنقول قال الطبيب لأمي أن لا تنسى أخذ علاجها. الجملة هي هكذا، قال الطبيب لأمي لا تنسي أخذ علاجك أو علاجكم، لا تنسوا أخذ علاجكم. سنقول قال الطبيب لأمي أن لا تنسى أخذ علاجها. ددي تصبح سويلدي دكتور أنما إلاجلرن، يعني علاجاتها، هنا إلاجلرنز نقول علاجاتها لأن هذا الأمر أمر الغائب. إلاجلرن إلاجلرن ألماي ونطمماسن سويلدي، سويلدي قال أن لا تنسى، ونطمماسن عدم نسيانها. هكذا نكون قد أنهينا هذا السؤال. للتمكن من حل هذه الأسئلة تستطيعون مراجعة دروس القواعد السابقة التي تتحدث عن هذه القاعدة، دروس قواعد الوحدة الثانية. الآن السؤال الرابع، دوردونجو سورو، دوردونجو وسون سورو. السؤال الرابع والأخير، ماذا يقول لنا؟ أشادكي كلمة لري إيش لشتيرلم، أشادكي كلمة لري الكلمات التي في الأسفل، إيش لشتيرلم لنوصل الكلمات التي في الأسفل. كالعادة نبدأ بالكلمات اليسار ثم نذهب لنوصلها باليمين. أجرت، أجرة كلمة عربية، فيرمك إعطاء، معاش راتب أو معاش كلمة عربية، بولمك إيجاد، سيتشيم اختيار، سيتشيمي ساعتي ساعات، ساعتلر ساعات، ساعتي ساعة، زمانلو ذو وقت. إذا إيش عمل؟ ماذا نقول؟ إيش بولمك أن نجد عملا تام كامل. الإيش يكون تام زمانلو، يعني عمل بدوام كامل. الثالثة أسجري، أسجري على الأقل، أقل حد تحدده الدولة، أسجري أجرات، أسجري أجرات هي الأجرة التي تحددها الدولة كأقل ما يمكن أن يعطى للعامل. مساي دوام، مساي ساعتلري، مساي ساعتي، ساعة الدوام. أسنك ساعتلر، ساعات مرنة، يعني أحيانا تكون ساعات العمل مرنة، أستطيع أن أعمل صباحا مساء الساعة الثانية عشر ليلا ومتى شئت. أسنك ساعتلر. يكسك عالي، يكسك معاش، معاش مرتفع. مسلك مهنة، مسلك سيتشيمي،
اختيار المهنة هزمت خدمة هزمت فيرمك نقول إعطاء الخدمة. هذا هو السؤال الأخير. الآن عندنا فحص الذات، يجب أن نفحص أنفسنا. أز دير لندرما، التقييم الذاتي. نبدأ بقراءته، نضع لأنفسنا علامة من 1 إلى 5. إذا كنا لا نستطيع أن نفعل أبدا نضع 1، إذا كنا نستطيع قليلا نضع 2، إذا كنا نستطيع أن نفعل نضع 3، إذا كنا نستطيع أن نفعل بشكل جيد إيه بابيليرم نضع 4، إذا كنا نستطيع أن نفعل بشكل ممتاز تشوك إيه بابيليرم نضع 5. بيش المهارة الأولى غازيتا ودالجيلاردكي هابرلاري، الأخبار التي في المجلات والجرائد. أنا هطلريلا الله يبليرم، الله يبليرم أستطيع أن أفهم أنا هطلريلا بخطوطها العريضة، أستطيع أن أفهم الأخبار في الجرائد والمجلات بخطوطها العريضة. كم نضع لأنفسنا علامة؟ المهارة الثانية أركادشلارملا، مع أصدقائي تارتشمايا قابيلير، كارشلكلو فكير ألشوريشيندا بولونابيليرم. أركادشلارملا تارتشمايا قابيلير، يمكن أن أقوم بحوار مع أصدقائي كارشلكلو فكير ألشوريشيندا بولونابيليرم، أستطيع أن أكون موجودا في الكارشلكلو فكير ألشوريشي، كارشلكلو فكير ألشوريشي تبادل الأفكار المتبادل. إذا أستطيع أن أتحاور مع أصدقائي وأن أتبادل معهم الأفكار. كم نضع لأنفسنا علامة؟ üçüncü beceri، المهارة الثالثة بسيط تنملر يابابيلرين، بسيط تنملر تعريف بسيطة يابابيلرين، أستطيع أن أقوم بتعريف بسيطة وأعرف الأشياء وهكذا. dördüncü beceri، المهارة الرابعة bir ilana إعلان معين yazılı olarak cevap verebilir، يمكن أن يجيب أن أجيب عنه بشكل مكتوب. ayrıntılı bilgi isteyebilirim، ويمكن أن أطلب معلومات تفصيلية. نعيد bir ilana yazılı olarak cevap verebilir، يمكن أن أجيب على الإعلان بشكل مكتوب وأطلب معلومات تفصيلية. ayrıntılı bilgi isteyebilirim، هذه هي المهارة الرابعة. كم نعطي لأنفسنا علامة؟ kaç kendimize kaç puan verebiliriz ya da veririz. القسم الأخير من الدرس هو كلمة لستسي، قائمة الكلمات. نبدأ بالأسماء. اسم، أول اسم هو أماتش، أماتش غاية أو هدف، يمكن أن نقول بالتركية أيضا هدف. أمبلاش تغليف، أميرال أمير البحر قائد السفينة وهكذا. أرزو، ما معنى أرزو؟ أرزو رغبة كما هي مكتوبة هنا. أصغري حد أدنى. أشرو مفرد مبالغ فيه. ayrıntılı ما معنى ayrıntılı؟ ayrıntı تفصيل تفاصيل. ayrıntılara girme لا تدخل في التفاصيل، أو ayrıntılara gidelim ندخل في التفاصيل. azim كلمة عربية عزم. baskı لها معنيين، طباعة ولها معنى آخر ضغط اضطهاد وهكذا. الكلمة الثانية بشر، بشر نجاح. başlık عنوان أو قبعة. نعم. بكلنتي طموح أو شيء نطمح إليه ننتظره. نعم. بنزلك تشابه. بيري فرد جاذب، جاذب ما معنى جاذب؟ مشوق. جاذب كلمة عربية. تشالشان نشيط عامل، تشالشكان نشيط، تشالشان عامل الذي يعمل يعني. دانشمان مستشار، دورانش سلوك، ديشكليك اختلاف. دنيز ألتو، دنيز ألتو تحت البحر يعني غواصة. ديبارتمان قسم، أقسام العمل، أقسام الشركة وهكذا. دستك دعم، دفلت دولة. أيضا ديكش، نعم ديكش خياطة. دولجون أجرت، أجرة كاملة. دولجون ممتلك يعني إذا قلنا على شخص دولجون فيكون شخص سمين بعض الشيء دولجون. دونوش نقطص أو دونوم نقطص نقطة العودة، نقطة التحول. دروش وقفة. دشك منخفض. إديتور محرر، محرر صحيفة وهكذا. إكسيكليك نقص. إلفريشسيس ماذا قال هنا؟ غير مناسب، غير ملائم وهكذا. أنجل عائق. أنجلي من أصحاب الاحتياجات الخاصة. أسنك لين أو مرن نقول وليس لين. اتكليجي مؤثر. اتكين مؤثر. اتكليجي مؤثر، اتكين عامل مؤثر، اتكين فعال. اتكليجي مؤثر، اتكين فعال. يعني اتكليجي تستخدم مع الأشخاص أكثر، اتكين تستخدم مع المواد أكثر.
فرق اختلاف أو فرق فرصة فرصة فيرما شركة فيزيكسال فيزيائي أو جسدي فيزيولوجيك فيزيولوجي فيزيولوجي يعني جسدي جيتشي جي مؤقت جلنكسال تقليدي غذا كلمة عربية غذاء جيريشين جي مستثمر ماذا نقول له بالعربية أيضا رائد أعمال رواد أعمال جريف وظيفة مهمة جرونم هيئة جرونش مظهر خارجي أو شكل جتش قوة هدف ذات أماتش قلناها من البداية هدف هزمت خدمة نقدم خدمات جيدة وهكذا هوي طبع إكرامية إكرامية زيادة على المعاش إتبار احترام كاتكل مساهمة كازانش ربح كيشيليك شخصية كونتينير ما معنى كونتينير؟ كونتينير هي الشاحنة أو نقول لها مستوعب الشحن قال لها نقول لها بالعربية هي حاوية حاوية الشحن طيب العمود الثاني أول كلمة فيه كوركونش مرعب ليدر لك قيادة معاش راتب ماجرة مغامرة ممنونية سيز عدم رضا مسائي دوام أورغانيزاسيون منظمة أصل الكلمة إنجليزي أو فرنسي أورتم وسط هذا وسط ليس معناه وسط البيت أو وسط الشيء وسط يعني الوسط البيئة التي تحيط بنا أدل جائزة أجا عنصر أه نقول لها أزلك خاصية أزنلي دقيق أزجو خاص بارلا كلامة بيرفورمانس أداء بلان لما تخطيط توف نقطة صغ نقطة حساسة أو أهم نقطة في الموضوع رسكلة تصادفا أو رسكلة اعتباطا يقول يعني بدون اختيار رسكلنت مصادفة ريسك خطر سطش بيع سايجن حسن السمعة محترم سيتشيم اختيار سورملو مسؤول شرط شرط شكاية تشي مشتكي تنم تعريف طرز أسلوب تمل أساسي تيمبو إيقاع موسيقي أصول أصول أجراء منعزل بعيد أجراء فريمسيس غير منتج يردلش سجية أو شكل الخلق ناقيم يردلشن بويلة ماذا أفعل هذه سجيتي يعني هكذا خلقت يشيش الحياة الكلمة التالية يعني لك تشي مجدد يتنك مهارة يتشكين بالغ يعني فوق 18 سنة ظفر انتصار كلمة عربية زحمة لي متعب مرهق زورلوك صعوبة انتهى العمود الثاني لم ينتهي عفوا الآن قسم الأفعال الفعل الأول أقصمك أقصمك تأخر هو كتب عرجة يعني أخر أرتمك زاد أرتما أرت زاد أشت تجاوز بحثتمك تحدث عن بليرلمك حدد بليرلدي بجلد تعثر جسارت اتي تشجع ديبولد ديبولمك تخزين خزنة دوكنمك لمس دوكندو لمسة دونشمك تحول دونشتو تحول إليشترمك نقد إليشتردي انتقد جيليشترمك تطوير جيليشتردي طور جيليكترمك استلزم جيليكتريور يستلزم جوفن ديرمك جوفن عفوا جوريب لنديرمك توظيف غريب لنديردي وظفة كلفة جتمك رعي جت رعى رعى الغنم وهكذا العمود الأخير جوفنمك ثقة جوفندي وثقة الجيتشكمك أثار الاهتمام لفت الانتباه الجيتشكيور يثير انتباه من حوله يلقى إعجابهم وهكذا إمضاءتمك توقيع وقع إمضاء الطب إنجلمك دراسة إنجلدي درست تأملة كاتشنمك تجنب كاتشند يعني بو كنودان كاتشنيور يبتعد يتجنب هذا الموضوع كنطلمك تأكيد كنطلط أثبت بالدليل كابترمك إنهمك في كابترد إنهمك في كابترمك إنهمك كرلمك انكسار كرلد انكسر كرمك تأسيس كردو أسس كرتارمك إنقاذ كرتارد أنقذ موتيفيتمك حثة شجع موتيفيتمك تشجيع بايلاشمك تشارك بايلاش تشارك رجائتمك طلب أو التمس يعني رجاء رجائتي رجاء رجائتمك هو الطلب الطلب بأدب وهكذا صادمك تحقيق
أو تزويد، صالد زود أو حقق، صايمك عد أو اعتبر، صيور صيد عد، صايمك اعتبار عد، سوز تتمك إمساك الكلمة، ما معنى إمساك الكلمة؟ الوفاء بالوعد، سوز تتو، سوز تتو وفاء بوعده، شكاية اتمك يعني الشكوى، شكاية اتي اشتكى، تماملمك التكملة، تماملض أكمل، تكتمك استهلاك، تكتي استهلك، ulaşmak وصول، ulaştı وصل، uzamak امتداد، uzadı تمدد، نعم، yaratmak خلق، yarattı خلق، yenilemek تجديد، yeniledi جدد، yıpratmak اتلاف أو انهاك وهكذا، yıprattı انهك اتلف، yol açmak فتح الطريق، yol açtı فتح الطريق، يوم أشتغل تستخدم بشيء معنوي يعني فتح الطريق لمن بعده في هذا العمل، يعني مهد الطرق وكان سببا في تسهيل الأمر. يونتمك إدارة، يونتي إدارة، يونلندرمك أيضا توجيه، يونلندردي وجه، يونلندردي وجه، يجد يجلتمك تقديس، يجلتي قدس، يكسلتمك رفع، يكسلتي رفع، زورلمك إكراه، زورلد أكره، zorlaştırmak صعب، zorlaştırdı صعب، zorlaştırmak تصعيب. انتهت قائمة الكلمات، الوحدة القادمة ستكون her şeyin başı sağlık، الصحة رأس كل شيء، her şeyin başı رأس كل شيء sağlık، الصحة ستكون هي الوحدة القادمة. لا تنسوا حل التمارين على الدفتر كتابة، الكلمات الغريبة حفظها واستخدامها في جمل مفيدة، ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم على العناوين الموجودة في مربع الوصف. أتمنى لكم سرورا دائما وحياة مستقرة وبسمة تزين وجوهكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موعد جديد يطيب فيه